بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان من جديد. أستاد الأهلي النهاردة حلقة خاصة عن حصاد الجولة الأولى في دوري أبطال أفريقيا، إن شاء الله تكون التاسعة يا أهلي. معنا مع حضراتكم نجم مصر والنادي الأهلي كابتن شريف عبد المنعم. مساء الخير يا كابتن ومنورني. مساء الخير يا كابتن محمد، ازيك حضرتك؟ وحشنا يا كابتن مصر. وانت كمان وحشني جدا، وسعيد ان انا معاك النهارده. يعني معانا ترافولتا الكره المصريه، تحليل باستفاضه لكل ما جاء في الجوله. كابتن، عايز اخد من حضرتك في الاول تهنئه طبعا لسيدات كره السله، تغلبوا على فريق نادي الصيد، بنهنيهم ان شاء الله يكملوا في الدوره المجمعه. ايضا لازم نبارك لاهلي 97 فازوا على نادي الزمالك بدا في مقابل لا شيء. فرقه 97 كابتن مدحت طه اسماعيل بنقول له مبروك. احمد ياسر ريان احرز هدف، وهي احمد رمضان بيكهام احرز الهدف الثاني في لقاء الجوله 17، كان في الملعب الفرعي باستاد القاهره. كابتن شريف، تهنئه مهمه في نفس الوقت، الفرقه دي اغلبها فاضي، يعني كلهم متصاعدين، الفرقه الوحيده اللي اغلب القائمه الرئيسي بتاعها متصاعد لكل الفرق الدوري. والله هقول لك على حاجة، ده خبر يفرحني أنا على مستوى اللاعبين أكتر من النتيجة كمان. نعم. لاعب زي أحمد ياسر ريان محتاج الحقيقة الدعم النفسي، إن هو يكون في بورة الضوء، وإن هو بيحرز في نادي الزمالك هدف وبيستطيع أن يفوز زي ما أنت قلت بإمكانيات اللعيبة الباقية اللي كلها اللي هي معارة بره وحاجات كده، فدي فرقة قوية جدا بتبشر لنا بكل الخير، اللي هي إن إحنا نقدر نعوض أي حد موجود بدل ما نستنى بقى إن إحنا. ودي فيها ناصر ماهر اللي في سموحة، وفيها فوز الحناوي اللي نادي الاتحاد، غير أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وكريم نيدفيد، يعني مجموعة كبيرة جدا من النجوم الكبار في هذا الفريق، وتم تصعيدهم وبيلعبوا أساسيين حتى في الأندية العوري والقليلة يا كابتن. يا ريت الناس تفهم إن دول شباب، وإن هم على مستوى الفريق الأول بيشاركوا وبيحاولوا ان هم يكون ليهم مكانه وسط اللعيبه اللي هم اللي انا بسميهم الخبرات دلوقتي الكبيره بتاعت النادي الاهلي، وبيزحموا عشان ياخدوا مكانهم، وان شاء الله هياخدوا مكانهم. وهم ما افتكرش ان في على المستوى في الدوري او في اي حته او في افريقيا لعيبه زي دي، بس الناس ما تستعجلش عليهم، والناس يعني انا عايز اضم اليوم صلاح محسن كمان. نعم. يعني صلاح محسن كمان نفس السن 98 نفس السن وكلام من ده، ما نستعجلش على الناس دي، الناس دي هي اللي هتحقق لنا الشكل الجميل، شكل الكرة اللي فيه احتراف اكتر. كل ما بيتأخروا الاولاد دول في الدخول مع فريق الاول وبنتفرج على كاس عالم جاي وبنتفرج، هيكون عندهم برضو بعد الرؤى لنفسهم، وياخدوا الفرص اللي هي تسمح لهم ان هم يكونوا من مجهود ومن امكانيات ومن مواهب يقدروا يحققوا لنفسهم المتعة اللي هم بيدوروا عليها من حيث الاشتراك في التيشيرت بتاع النادي الاهلي، ويقدروا يحققوا البطولات اللي نفسهم فيها، زي ما كل الناس اللي كان ليها حظ ولعبت في النادي الاهلي حققت بطولات وحققت اسماء كبيره، وده تحت طبعا اسم الكيان. يعني الناشئين يا كابتن هم العمود الفقري، يعني احمد ياسر ريان مواليد 98، صلاح محسن مواليد 98، اذا بهذا المستوى مستقبل الاهلي ان شاء الله في خير مع هذا. كويس انك انت قلت ان صلاح محسن مواليد 98 وان احمد ياسر ريان 98 وكريم نزوي طبعا اعتقد 97، يعني كويس انك انت قلت حاجه زي كده، الناس ما كانتش واخده بالها من الموضوع ده. ف they are very promising يعني. وكمان معاهم اكرم 97، يعني اللعيبه لسه ما يعني. وناصر ماهر ده كمان المفروض انه هيرجع، واحنا اتفرجنا عليه في خلال الدوري العام، شكله لعيب يستطيع ان ينافس يعني داخل تيشيرت النادي الاهلي، ويكون يعوض ان شاء الله كل الغيابات. خلينا ناخد سريعا مع حضراتكم بعض الاخبار، ان جونيور اجايه وعمرو السوليه عندهم فحص طبي. عمرو السوليه اصابه في العضله الاماميه، بنتمنى له السلامه، شفنا يعني ما قدرش ان هو يكمل في اللقاء الترجي، اضطر الكابتن حسام بدري ان هو يغير وينزل احمد فتحي بديلا عنه. جونيور اجايه عنده فحص طبي غدا لتحديد موعد عودته، مشاركه في التدريبات الجماعيه، وان شاء الله يوم 15 مايو هنواجه كامبالا سيتي الاغاني في ثاني الجولات. جونيور اجايه عنده شد في العضله الخلفيه، وهو ووليد ازارو، الوليد ازارو حضراتكم عارفين ان هو في اجازه طويله في المغرب حتى يستعيد يستكمل شفائه. ونفس الشيء خلينا نروح لبرنامج النادي الاهلي في رحله الامارات اللي هيتوجه ان شاء الله يوم الاربع في الساعه 12 صباحا، هيتصل بعثه الفريق الى مطار الشارقه بالامارات فجر الخميس، استعدادا لمواجهه اياكس امستردام في طبعا مهرجان اعتزال نجم النادي الاهلي وكابتانه حسام غالي، وهيبقى يوم الجمعه على ملعب هزاع بن زايد في مدينه العين الاماراتيه. واعتقد ان الدعوه للكل، كل اللي بيحب
قيمه النادي الاهلي. بحب كابتن النادي الاهلي حسام غالي، قدامه فرصه ان هو يروح ويودع. النهارده شفنا ارسن فينجر ملعب الاميريتس بلندن، الكل موجود عشان يعني يحيي مدرب كبير زي ارسن فينجر 22 سنه مع فريق الارسنال. نفس الشيء عايزين نشوفه في اعتزال حسام غالي كابتن شريف. اكيد الحاجات دي بتبقى تاريخيه وبتبقى قد ايه بيبان الحب والوفاء لقيمه زي حسام غالي. قبل ما نروح لحسام غالي واحتفالاته، اللي انا ندمان طبعا ان هو هيعتزل، انا كان نفسي ان يكون في وقفه، ولو حتى اعتزل والمباراه طبعا صعب ان هي تتاجل، يبقى في فكر تاني حتى بعد اعتزاله، وبعد نسميها تكريم حسام غالي، بلاش نقول اعتزاله. يعني انا ما زلت عندي امل ان حسام غالي يبقى تكريم. نعم. وليس اعتزال. مش عايز يبطل. انا مش دلوقتي مش عايز يبطل. يستطيع ان يدي سنتين على الاقل بامكانياته دي، وفي ظل الامكانيات اللي موجوده حواليه كمان. ده حاجه انا كنت بتمناها يعني الكابتن حسام. يعني الباقي بقى عايز اقول لك، انا كمان عايز اشوف التكريم اللي عمله مانشستر سيتي لنفسه، هو بيسلم نفسه الدوري ولسه. نعم. الدوري ما خدوش. انا عايز اشوف الشكل ده للنادي الاهلي كمان. انا كنت لسه هفتح يحسس الناس. نعم. يحسس ان ده البطل يعني اللي موجود. وبعدين يا كابتن، ما فيش حد قال ان لسه شكل الدرع ما اتعملش وبعتوا الصين بقى عشان يعملوا. لا لا، دي حاجه جميله جدا النهارده، حتى في لعيب يا توري النهارده ماشي، وكمان ازاي بيحتفلوا بيه باحتفال كويس. ازاي الدنيا فيها فرحه وبهجه كده بالبطوله. احنا كل الاعلام بيحاول مش عارف اقول لك، ينتقد ويتمسك ويفتح علينا حكايه عبد الله السعيد، ويفتح علينا خساره في الدوري، ويفتح علينا الخروج من الكاس. يعني الناس كلها زي ما يكون للكيان والمبادئ والناس اللي هي بتشتغل صح والنجاحات المنشوده اللي احنا شايفينها في جميع اللعبات الحقيقه. بيحاولوا يشوهوا الشكل او يسيبونا ننقاد وراهم ونقول فعلا احنا عندنا مشاكل. احنا ما عندناش مشاكل يا كابتن. يعني حضرتك بتوضح ان للاسف بعض وسائل الاعلام بتصدر ازمه هي اصلا مش موجوده. ده تحفيزا لو انت تعادلت او اتغلبت او اي حاجه، زي اي فرق في العالم النهارده. ليفربول بيلعب نهائي كاس اوروبا بيتغلب، يعني غلب مانشستر من مانشستر سيتي النهارده، خسر من تشيلسي وهيروح يلعب مانشستر بعد كده ماتش ريال مدريد في فاينل اوروبا. لا سيبك من ريال مدريد، دي المحطه اللي احنا كلنا بنتمنى ان هو يكسب فيها. هيلعب مع فرق كبيره كمان، يعني انت معرض انك تكسب النهارده، معرض تتعادل بكره، معرض كل حاجه، غير بقى انك انت معرض للمرحله اللي انت فيها اسمها الارهاق والاصابات والغيابات والاعارات. يعني الناس حاسه بالكلام ده ولا مش حاسه؟ انا مش عارف الناس ليه متجنيه حتى على الجهاز الفني بتاعنا، وهو بيقدم اقوى حاجه في ظل اقل من سنه. طب واخد ثلاث بطولات يا كابتن، بنجاحات غير عاديه، غير موضوع يا كابتن. هل بيبقى الانتقاد الغير موضوعي؟ يعني حضرتك بتتكلم في الكوره بشكل مفصل، وحضرتك استاذنا يعني بنتعلم من حضرتك، وعلى مدار سيزون كامل استمتعنا بحضرتك معانا وبنتحدث عن كل خطوات النادي الاهلي. العفو يا كابتن، العفو. انا بقول لحضرتك لا، ده امر واجب حضرتك كابتن. ولكن انا بسرد واقع انا وانت يعني. ولكن لماذا البعض لا يرى الطريق الصحيح، لا يرى الانجازات، لا يرى الارقام، ومجرد تعادل او هزيمه للنادي الاهلي تبتدي مش عايز اقول بقى طلقات النيران، ولكن انتقاد شديد اللهجه ضد الجهاز الفني. انا هقول لك، احنا كابتن حسام والجهاز الفني واللعيبه السنه دي ورونا كره عالميه. ما بقاش عندك احساس او تتقبل حتى انك تتعادل، ما بقاش عندك احساس ان الفرقه دي بهذا الشكل عودوك على المكسب. رجعنا زي زمان نغمت احنا هنكسب كام النهارده. نعم. 3-4. انا حتى لما بقعد مكانك في الاستوديو هنا وبيسالوني اقول لهم 3-1 4-1. يوم منانا اللي جابوني قلت هنكسب 7. نعم. وكسبنا 5 على ما اعتقد. انا فاكر كويس. ها 4. نعم. كنا نقدر نكسب 7 يومها. نعم. انا فاكر كويس. ورحنا كسبنا الفرقه دي 3-1 في منانا. شفت الاسلوب بتاع لعبك، وانت طرحت نفسك في انهي ميزان وخليت نفسك في انهي بورصه، فبقى في حاله غل من كل الاخفاقات اللي حواليك. يعني الجميع واقع حواليك. ده اهداف الاهلي في الدوري عشان نبين ان الكره الحلوه حضرتك بتتكلم عليها. انا بتكلم على امكانيات جماعيه وفرديه. بص حتى الباك ليفت اللي احنا طلع عاره حسين السيد بيحط الكره بيمينه وبيخش وبيخترق وبيتوغل وبيثبت ان هو لعيب كوره. مفيش لعيب كوره بيلبس تيشيرت النادي الاهلي الا لما بيكون على قد المسؤوليه، وهو حرفيا حتى قد الحكايه دي. نعم. مفيش لعيب عندنا وحش على فكره. احنا ياما استحملنا لعيبه سنين، مش كل شويه هفضل اقول فلافيو وبعدين اقول ازارو استحملته، بعدين
النهارده بيتكلموا على الراجل صلاح محسن وبيتكلموا يقول لك ايه ده صفقه مش عارف بكام مليون طب بكره صلاح محسن ده انا افكرك هنبيعه بكام؟ ومواليد كام يا كابتن؟ مواليد عنده 20 سنه لسه، واحمد ياسر ريان ده كام سنه؟ وماهر ناصر ده اللي انت بتتكلم عنه؟ ناصر ماهر ناصر ماهر عنده كام سنه؟ يعني احنا عندنا كنوز، عندنا كنز كبير قوي داخل النادي الاهلي نقدر نطلع منهم 100 مليون و200 مليون لو على الشكل المادي، فاهم قصدي؟ انما احنا بنشتغل كويس قوي، والاجهزه كلها اللي موجوده في النادي مش عايز اشيد بقى ويقول لك ده بيتكلم على عشان مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب، دي حقيقه، ما هو توارث الاجيال والكفاءات والكوادر وكل ده، عندنا قانون واحد اسمه مبادئ النادي الاهلي احنا شغالين عليه، ولن يتقبل اي حد لا جماهير الناس اللي بتحبنا حتى حوالينا ان هم يسمحوا لاي حد نيجي ناحيه اسم النادي الاهلي. ف اسم النادي الاهلي ده كبير بينا او من غيرنا، يعني هو هيفضل دايما على مدار التاريخ. هل تم محاسبه الجهاز الفني داخل النادي الاهلي بالقطعه؟ لم تحدث. طب ليه التوجيه؟ حتى دلوقتي بقى في توجيه، في بعض الساده بيوجهوا رسائل لمجلس الاداره ضد الجهاز الفني، يعني يقصدوا ايه؟ بص، نغمه التغيير ونغمه المحاسبه، حاسبوا انفسكم قبل ما تحاسبوا النجاحات. يعني انا مبقاش ناجح ومكسر الدنيا واتظلم في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت من حكام ومن مش عايز اقول لك اشكال كتير قوي، اصابات، ما بكتملش دايما بالقوام الاساسي اللي بلعب بيه واهدد اي فرقه واعدي عليها باثنين ثلاثه. حظ عاسر جدا في ماتش الفاينل بتاع الوداد، انت كسبان واحد وجات لك كورتين ثلاثه تخلص ثلاثه اربعه خلاص انتهى الماتش هنا في مصر، ما كانش مكتوبه لك، خدت بالك؟ في مصر هنا وهناك، حتى ازارو اللي احنا بنشيد بيه ومكسر الدنيا ده مفوت اتنين هناك يخرجوك كسبان وانت احسن منهم هناك. وفعلا كان وانت احسن منهم هناك. ده حقيقي، كل ده حظ عاسر مش اكتر، مش حسام البدري الحقيقه، مش سيد عبد الحفيظ، مش الجهاز الفني. الجهاز الفني على اعلى مستوى، كل واحد عارف بيشتغل ازاي وكل واحد عارف شغله ازاي وكل واحد بيلتفت لنفسه ويؤدي الامانه اللي عليه، وهو ده النتيجه اللي احنا شايفينها. النجاحات يا كابتن ما بيشوفوش الفرق الدوري بست اسابيع حسمه الدوري رقم 40، الارقام القياسيه اللي بقى ايه، كل واحد بيفتح بيشوف النادي الاهلي ايه الرقم اللي هيكسره النهارده، عشان هم فشله، هم فشله، هم لا يستطيعوا ان يقربوا للنادي الاهلي ولا بسنتي واحد، هم شايفين المبادئ والكيان والشغل الصح مش قادرين يرفعوا عينهم فيك، فيعملوا لك اقل حاجه يحدفوك بالطوب، يأجروا ناس تتكلم عليك، يحاولوا يتلككوا لك على أي موقف أي حاجة، يحاولوا يبوظوا العلاقة بين الجماهير وبين الجهاز الفني اللي موجود، يبتدي يقول لك أصل دمه تقيل، ده ما بيضحكش، ده حسام البدري ده من ألطف الناس اللي أنا سألني أنا عشة عمري، شخصية جميلة جدا واللعيبة بتحبه جدا، وحط اللعيبة زي ما مانويل جوزيه علمهم، وحط اللعيبة في إيده، حبب اللعيبة فيه وعرف مقدار كل لعيب قد ايه وخد الماكسيمم من كل لعيب، ده المدير الفني الناجح، ده اللي هو بيعمل الدبل. ازارو بالنسبه له كابتن ده الدنيا كلها كانت ضده وفي الاخر طلع هو صح، بدون اسماء يا كابتن، احنا بنتكلم على حاجه اسماء سنة. عادي اقول لك مش انا برهنك على صلاح محسن دلوقتي، بدون اسماء حسام البدري مدير كوره ومدير فني، حسام البدري عنصر بيسموه جندي من جنود النادي الاهلي المخلصين، فاهمني؟ اللي احنا دايما ما نقدرش او ما نتلفت كده نروح لاجنبي شويه وبعدين نرجع نقول حسام البدري، ليه؟ تتوافر فيه جميع العناصر اللي هي تقدر تثق فيه انه يقود فريق زي النادي الاهلي محليا وعالميا تحت الضغوط وبيأدي هذا الاداء، ده كورته افضل من كوره الاجانب، واقف قدام سيموني هو وكسبان سيموني 2-0 لولا ان احنا فاتحين حكايه التغيير، ولولا ان انت عندك الاثنين بتوعك اللي انا كنت اتمنى ان هم يجي يلعبوا معانا برضو، احمد سامي باين ومعرفش مين كان جنبه، رامي صبري، رامي صبري، الناس دي برضو فتحنا الدنيا كلها لما تعورنا ودخل فينا الثلاثه، بيأدي سيموني 10 مرات، فرقته بتلعب، فرقته بتنقل كوره، فرقته بتعمل كده، هو ده حسام بدري، انا سميته السنه دي ان هو جارديولا، انما مش معنى ان مفيش اخطاء او مفيش سلبيات او مفيش حظ عاسر، في كل ده بس بنسب، بنسب غصب عنك، يعني انا كماسك اي واحد فينا خليه يروح يمسك الفرقه دلوقتي في ظل ارهاق، اصابات،
ايقافات، عوده لعيبه، كاس عالم، بس كاس عالم، تحضير ورا بعض كل ماتش ثلاث ايام. عايز تكلمني على السلبيات واكلم زي الجمهور كده، رايح بعض اللعيبه ما انت خدت الدوري بست اسابيع، هتكلم بلغه الناس. حسام ريحني، ما قعدوا يخشوا على نغمه الارقام القياسيه، وهتعدي الدوري ب 93 بونت، وهتعمل مش عارف تضرب ناس زمالك مش عارف ايه، تسخين وشد وحاجات بتحسسه دايما ان هو لسه مطلوب منه انجازات ثانيه بعد اللي هو عمله قبل. مش هنلاقي حد، عايز اقول لك على حاجه، وكل اللي بيحدف حد بالطوب ولا حاجه بيبقى نفسه يبقى يكون مكانه، ولو جه مكانه هيمشي بعد يومين صدقني. مش هيقدر يستحمل، مش هيقدر يستحمل هو عشان النادي الاهلي نادي صاحب مبادئ وصاحب كيانات صاحب نجاحات، ما حدش يقدر يعملها ولا يمثلها. برشلونه خد الدوري كم مره؟ 25 25 مره. حضرتك واخد الدوري كم مره؟ 40 40. حضرتك واخد كاس مصر قد ايه؟ 36 مره. هو الثاني واخد قد ايه؟ فاهم؟ 18 مره. ما فيش الشكل اللي انت بتتكلم عنه ده مع اي حد ينافس النادي الاهلي في اي حاجه، لدرجه ان احنا بقينا في العالميه خلاص. ان ازاي انت ما بتلعبش في بطوله الانديه للقارات، بطوله الانديه كاس عالم كاس عالم الانديه للانديه، ازاي انت ما بتبقاش موجود؟ مالهاش طعم. خروج نادي الاهلي من كاس مصر، كاس مصر مات. الشركات الراعيه والكلام من ده وما اعرفش ايه، مصيبه حلت. طب انا كابتن في فرقه يعني كل حاجه النادي الاهلي اساسها، ما انا بقول لحضرتك انا عايز بس اقول لك حاجه، كل حاجه اساسها في النادي الاهلي هو الاتحاد الافريقي نفسه. لو النادي الاهلي خرج من بطوله افريقيا بتبقى دمرت البطوله. انا فاكر ان دوري ابطال العرب على المحمل القديم حينما اتسحب النادي الاهلي من المشاركه البطوله ما جابش حاجه، ما لهاش طعم الحقيقه. فاحنا اللي بندي الروح، واحنا اللي بنبث الرياضه، واحنا اللي بنرجع الرياضه لمصر دلوقتي. خدت بالك في الجماهير والاحترام والشكل والكيانات، في حاجات كتير قوي احنا بنساند النادي الاهلي فيها، لان هو بصراحه ما سابلناش غلطه، ما عملناش غلطه واحده نقدر نتصيده منها. في حاجه تصيده في درون ولا ماتش اتغلبه ولا تعادل مع الترجي، هو احسن من الترجي و90 دقيقه حاطط الترجي في النص الملعب. هنتكلم بتفصيل بهذا الامر. خلينا نروح سريعا ما انتهت اليه الجوله الاولى في دوري ابطال افريقيا، يعني جوله التعادلات، لسه البدايات في بطوله دوري ابطال افريقيا. اغلب الفرق او اغلب الفرق اللي ليها باع في هذه البطوله عشان نهايه الدوري، ودايما نهايه الدوري الكيرف او المنحنى، طبعا هنسال كابتن شريف في هذا الامر، ما بيبقاش في اعلى حالاته ففي تعادلات كتير. خلينا نقول ان الجوله شهدت 17 هدف في 8 ماتشات، نتيجه التعادل غلط 5 مباريات من اصل 8 بنتيجه التعادل، مباراه واحده بس او واحده فقط اللي انتهت بالتعادل السلبي، وهو لقاء النادي الاهلي امام الترجي التونسي وبدون اهداف. فريق واحد فقط نجح في الانتصار خارج ارضه، وهو فريق حوريه الغيني. حوريه نجح في الانتصار على حساب توجور بور من توجو بهدفين مقابل هدف في المجموعه الثالثه من دوري الابطال. في نفس المجموعه تعادل الوداد المغربي بطل النسخه الماضيه مع سان داونز جنوب افريقيا بهدف لكل فريق. المباراه الاكثر تهديفا كانت في المجموعه الثانيه، مازيمبي اكتسح وفاق ستيف الجزائري باربع اهداف مقابل هدف، ويبدو ان مازيمبي ورعب ملعبه يعود مره اخرى في هذه البطوله. هذا اللقاء تم احتساب 3 ضربات جزاء فيه، ولكن سجل فقط ضربتين وتم ضياع واحده، وتعادل مولوديه الجزائر مع الدفاع الحسني الجديدي في اطار نفس المجموعه، المجموعه الرابعه الوحيده التي لا يتصدرها اي فريق الان، والسبب كله تعادل. زيسكو تعادل امام امبيان سولوز بهدف لكل فريق، وايضا النجم الساحلي خارج ارضه مع اول اغسطس بهدف لكل فريق في لقاء شهد مشاركه لاعبنا عمرو مرعي. نبدا بلقاء الاهلي والترجي. طبعا هذا اللقاء هو الكل بيعتبره نهائي مبكر، يعتبره صدام الكبيرين. ماتش الاهلي والترجي على مدار التاريخ له رونق خاص، له طابع خاص، هذه المباراه كانت ليها دوافع خاصه. كابتن شريف، النادي الاهلي يدخل لقاء الترجي غيابات بالجمله، 5 غيابات نسردهم مع حضرتك. عندي وليد ازارو، عندي جونيور اجاييه، عندي علي معلول، عندي سعد سمير، عندي غيابات بتوقع اي فريق، ايضا بالاضافه الى عبد الله السعيد واحد من افضل صناع اللعب. النادي الاهلي بمن حضر كان افضل واضاع العديد من الفرص وله هدف ملغي غريب. عايز اخد وجهه نظر حضرتك عن هذا اللقاء. بص هقول لك على حاجه، في هذا الوقت بالغيابات اللي انت بتقول عليها دي، الاهلي بما حضر صعب قوي. انا قلت مكانك وانا قاعد كده الاهلي بما حضر بس فعلا الاهلي كان في المباراه بما حضر.
الاهلي هو المتميز، الاهلي هو اللي كان متحكم في امور المباراه كلها، هم راحوا على الجون مره واحده بس، ده اللي انا فاكرها يعني في الماتش، ما عندهمش حاجه تانية، وكانت ضربه ثابته كمان، ما عندهمش اي علامه تانية. وبعدين وتلاحظ في لغة تحكيمية برضو بتخلي الفرقة اللي قدامك تصطادك وتعمل عليك كونتر اتاك في فاول ليك انت مثلا. بتبقى في نص ملعبهم هم ومزقوق اللاعب بتاع النادي الاهلي ويروح ممشي اللاعب عشان يتقطعت عشان يقدر يعمل كونتر اتاك، يقدر ياخد نفس ويقدر يروح الناحية التانية حتى لو اخفق فيها. مع تميز اللعيبة بتاعت النادي الاهلي والاصرار على ان ما حدش يجي ناحيتهم في الماتش ده، من ايمن اشرف لمحمد نجيب لصبري الرحيل لاحمد فتحي، الناس موتت نفسها، وليد سليمان موت نفسه لغايه الدقيقه اللي خرج فيها. فانت اللي كنت انت متفوق، انما برضو حته التحكيم اللي بتهزك من على الاجهزه الفنيه وهي قاعده بره، اللي عندها باد ميموري، عندها شكل مش لطيف معاها في النهائي، الراجل ده دخلنا كاس العالم، حسب لنا ضرب الجزاء بتاع كاس العالم هو الحكم ده. ايوه بس هي كانت ضربه جزاء صحيحه. ثانيه واحده هو دخلنا كاس العالم، وشه حلو علينا انما عاقبنا بسرعه في بطوله افريقيا اللي بعدها. وده الوداد البطوله، الوداد لم يكن هو المتفوق عليك برضو في نزيل المباراه. في حاجات يا كابتن فاروق بتحصل في الملعب، حكام يقول لك ايه، بيحزمني، يحزم المباراه زي ما هو عايز، يطلعها تعادل، يطلعها، يطلعها فوز لصاحب الارض زي ما هو عايز، يشوفك انت امكانيات الخطوره فيه. واذا كان الكابتن الحكم بتاع المصري في يوم ماتش الاسيوطي اسمه محمد عادل، الراجل ده في اخر دقيقتين، انا مش هقول لك خلال المباراه حصل ايه، ده غير ضربه الجزاء الصحيحه طبعا، اللي انا ما اعرفش ازاي في ناس طلعت بعض الحكام بتقول عليها مش ضربه جزاء، حتى لو عدت من وقفها بايده، لو عدت في اسلام محارب جاي يحطها بطن رجله جول. الناس دي طب يا كابتن اللي انا بكلمك عنها فاروق، بس انا برضه هقول لحضرتك حاجه، هل من الطبيعي ان انا يبقى عندي حكم اهلي وترجي هنا في القاهره ويتم الاعتراض عليه ويجي لي في نفس اللقاء بنفس الفريق في ارضي ايضا لعامل يعني هل ده انت طبيعي؟ انت بص انا عايز اخلص لك بس موضوع واحد وبعدين نخش في ده. ما هو ده هيوصل لده. الحكام اللي هم بيتوسموا في نفسهم ان هم على الساحه يقدروا يبقوا حكام دوليين ويقدروا يبقى يقودوا في بطولات وكلام ده، ده بال بال بالشغل يعني مش بالاداء، بانه نازل عادل في القصه، مش شايف هو بيلعب مين، مين بيلعب مين، مش شايف منافسين، هو مش شايف منافسين، يعني هو شايف ان في مباراه هتطلع نتيجتها ايه انا ما اعرفش. نعم. فده انا بس بوجهك لحاجات، انت الحاجات دي لما بتحصل في الملعب انت بتهتز كلاعب، خاطرك ما بتاخدش حقك ومش هتاخد حقك. ما دي الحاجات اللي انا بكلمك فيها، دي المرحله اللي احنا بنعدي بيها جنب الارهاق وجنب الاصابات وجنب الغيابات وجنب كل حاجه، دي عوامل مؤثره كلها على الشكل الطبيعي اللي هم عمره مباراتين ومباراه الرون. دي صور الاثنين ديفندرين بقى، كوليبالي وفرانك كومب، اللي ما عملوش حاجه غير ان هم قعدوا يضربوا لعيبه النادي الاهلي. ده من ماتش الاسيوطي وانت لعيبتك بتتضرب في الملعب ومفيش رد فعل. تعالى بقى على الحكام التانيين اللي انت بتقابلهم في الشكل، انت يا كابتن هتقابل شمال افريقيا، هتقابله. فعلى طول زي ما انت قلت لي تعيين هذا الحكم، مع انه من احسن حكام افريقيا الحقيقه، لن اشير غير ان هو من احسن حكام افريقيا وحكم 10 على 10 كويس؟ انما في توجهات بيبقى بيقول لك ايه؟ الاهلي جدع، الاهلي شاطر، يكسب، واول ما بيكسب انا بحس ان هم خلاص احنا عملنا اللي علينا وزياده، فبينقاد معاك ما بيبقاش ضدك. انما طول ما انت محتاج انك تاخد حقك في الملعب هو يعني صعب قوي يديك الا اذا كانت حاجه 200,000% هيديها لك، انها مش هيجامل النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي ده كبير واللي بيلعب حواليه هو حاسس كده، في فرق كبير قوي حتى هو بيحكم. فلو عرف ياخد منك اي حاجه للخصم بياخده، وبياخد لنفسه سمعه داخل الملعب. مش عايز اتهم انا يعني عشان ما تفهمش غلط ان انا في توجيهات ضدنا ان احنا الحكام يبقى ضدنا، لا انا مش عايز اقول كده، لان الكلام ده حتى مش مفروض نقوله، مش مفروض نقول ان احنا في ناس متربصين لنا ومش عارف ايه، لا 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 مفيش كلام ده خالص. انما كل الناس بتتوسم فينا اذا كان داخليا ولا خارجيا ان احنا الاقوى، احنا الاكبر، احنا لازم نخلص الحكايه من بدري وريحونا بقى عشان الماتش. ما الاخطاء يا كابتن برضو متكرره، وبتضطر ان انا يعني مثلا بيعاقبك يا كابتن فرج هنا، ما انا ليا ضربه جزاء يا كابتن محمد، هو بيعاقبك على حاجه زي ضربه الجزاء دي؟ لا، هات لي حاجه اقوى شويه اديها لك. ما هو انت هتحللها له ازاي؟ هو احنا هنحلل له ازاي انه بيعمل بايده اول ما الكوره جت عامل بايده مش في راجل واقف وراه وراجل لاين مان بيعمل لهم كده تحت، ما حدش يفتح بقه، ما حدش يديني رايه، ما حدش، انا اللي بقول لا، انا شايفها مش بينك غير مقصوده،
هتعمل له ايه؟ وهدف مروان محسن الملغي يعني. تعال بقى على هدف مروان محسن، كام في المية صحة الهدف وكام في المية هو أوفسايد؟ دي حاجة لازم تبقى عندك تقنية عالية جدا، عشان أنا النهاردة ما أنا وأنا قاعد قلت الكرة دي جون، كلنا قلنا جون. ده كان الأهلي اللي بيلعب أو غير الأهلي، قلنا الحتة دي خط واحد وكلام من ده، هو يجوز إيده وإيده ما تتحسبش. أنا قعدت مع جاب سمير عثمان سأل قال لي لا الإيد ما بتتحسبش، ما الإيد ما يجيبش بيها جون، الإيد ما يجيبش بيها جون، فعندنا في القانون ما فيش الكلام. انت برضو في احتياج في الشكل ده، انك انت وانت بتحرز الهدف ما يبقاش اللاين مان شافه. نعم ادي هنا شافه في لحظه، بص اللاين مان شافه في لحظه هنا كده، شافه اوف سايد رغم دي لحظه. انت في ايده بقى هي اللي عامله الشكل، ايده هي اللي عامله كده، هي كابتن ايده اللي عامله الشكل. الخط هو بقى الخط بتاع المربع، ما انت عارف حضرتك فيه قصدي مستطيل غامق وفاتح. اقولها لك كده يا محمد، بص على الراجل اللي وراه اللي مغطي ده بالظبط كده، تاني رجله يعني تاني رجله مش واقف ستريت اب، فالتانيه دي مديه البريفليج لينا احنا. يا ريت بس يجيبوا الكره الثانيه بس زمايلنا، لان اللاين مان يا كابتن سابقهم، اللاين مان مش واقف صح. لو تعاد التاني بس في الفريم دوت، اللاين مان ما هو مش شايفه، ما هو واقف غلط. انت مع انت بتتكلم صح، فعشان كده الناس ما فهمتش ليه احنا بنقول الكره دي هدف. فدي كمان اما انت كره زي دي وانت في ظل اللي انت بتقابله وظل الحكايه ومتاثر والارض الملعب تقيله برضو، انا حاسس مش دي الارض اللي الكره بتجري عليها تا 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 علينا وعليهم يعني، بس في تقل برضو في النجيله، حكايه الصيف والشتاء لما بيعدي لازم يبقى في صيانه احسن من كده الحقيقه للملاعب. فحاسس لاعب النادي الاهلي بياخد مجهود كبير قوي بقى ما بينقل الكره وبقى ما بيرد، مش دي السرعات اللي احنا متعودين عليها السهله. فانا كلاعب كره حاسس بقد ايه ان اللعيبه عندها مشكله حتى يعني في الجري جوه الملعب. انا عايز اقول لحضرتك برضو نقطه مهمه كمان، يعني انا لما باجي العب الترجي في حالتي الطبيعيه وانا فول تيم، لما بكسب بيكون فرق هدف، فانا محتاج الهدف اللي انا وكان شرعي يعني. انت بتمسك الترجي بتقطعه في رادس ليه؟ اي يا كابتن ليه بتقطعه بس في رادس؟ بيبقى في يعني مثلا هنا، بص يا كابتن بقى يعني مكان اللاين مان فين؟ ده وراهم ومفروض قبل ما رد وراح كان لها جون، راح تيت رفع. طب معلش انا ذنبي ايه؟ انت ذنبك ايه من البطوله اللي فاتت؟ من البطوله اللي قبلها؟ انت ذنبك ايه في ضربتين جزاء؟ انت ذنبك ايه؟ ذنبك في حاجات كتير قوي، مهما انا وانت اتكلمت خلاص الماضي ده عدى، انما انت مش مستحمل في ظل الارهاق اللي عندك والاصابات اللي عندك والغيابات اللي عندك ان يجي حكم يحرمك من حاجه زي كده. انت كان كل التفكير ان انت الراجل اسمه باكا ده وهو رايح يحط الكره على الارض ويجيبها، هو ده اللي بيريح الامور كلها. عدم التوفيق في الفرص اللي بتجيلك هو ده سبب المشاكل اللي احنا فيها. طب هل الكابتن توقعت طريقه اللعب على الرغم من نادي الاهلي هزيمتين متتاليتين، ولكن وشفنا اداء مختلف في دوري الابطال، شفنا عزيمه مختلفه، شفنا روح، حتى لما حصل يعني عمرو السوليه افضل لاعب في مصر في مكانه داخل مصر، ما يجيله كمان اصابه العضله الاماميه واعمل حل لهذه المشكله، دخل احمد فتحي ينزل محمد هاني اللعيب الناشئ اللي بيلعب عليه الزواوي منتخب تونس، يعني الاهلي بيلعب منتخب تونس بالصف يعني مش عايز اقول الصف الثاني ولكن بالغيابات ويكون افضل. انا عايز اقول لك على حاجه، من ماتش الاسيوطي وغياب عبد الله السعيد وعدم وجود صانع الالعاب، انت مش لاقي، مش قادر تغير طريقه اللعب، ما عندكش وقت فجاه. صح كلام حضرتك صح، انا كل اقدر اقوله انا كلاعب كوره وانا بتفرج كده اقدر ادي ايه اقول لحسام ايه؟ طب عمرو السوليه تلعب اربعه وقدامهم عمرو السوليه وثلاثه واثنين فهمتني؟ واثنين قدام، ده في مباراه زي الاسيوطي مثلا. نعم لازم افكر في ثلاثه، ماتش الزمالك مثلا افكر في ثلاثه تحتيهم السوليه واثنين قدام كويس؟ هو ده الشكل اللي انت بتتفرج عليه. اللي انا جيت قلت مره ايه، انا يا ريت اقدر العب 4 4 2، وبعدين رجعت كده هو هيحفظ 4 4 2 دي امتى؟ ده حتى ما فيش ماتش حبي هيلعبه في ثلاث مباريات في 8 ايام، ما عندوش ماتش ثلاث مباريات 8 ايام، مش عارف يخش ماتش حبي حتى يقول لهم ايه ما تيجي نلعب 4 4 2، ما تيجي نلعب صلاح محسن ومروان محسن. وده اللي المفروض انك انت تبقى محتاج، لو هتروح كامبالا سيتي وما لعبتش هو كمان دفع هتأخر مكسبك. نعم. بص يا كابتن خلينا نتكلم بقى، كل واحد يقول اللي هو عايزه. انت لو ما لعبتش باثنين قدام كامبالا سيتي هناك هتأخر مكسبك، مش هتحتفظ بالنقطه
او هتحتفظ، لا انت مطالب بالفوز، مطالب بتعويض النقطتين اللي راحوا منك، ومطالب ان انت تروح معرض استعمل على الاقل النتيجه اللي انت عملتها وتكون ايجابيه، تكون حرصت هدف او تكسبهم هناك تاني. نعم. فعندك سيناريوهات كتير احنا من بره نقدر نتكلم، يقدر يستغيثها بقى ويفكر فيها الجهاز الفني ويشوف ان احنا جماهير بتتكلم بهذا الشكل، الشكل اللي عنده مين اللي هينفذ اللي انا نفسي هو يحصل؟ انا بتكلم وانا قاعد كده، انا عايز ايه؟ عايز ميدو جابر وعايز وليد سليمان يبقى حالته كويسه سليم. وليد سليمان هل ادى دور صانع الالعاب رقم 10 في هذا اللقاء بشكل كل حاجه؟ عمل كل حاجه، يعني حتى الثرو باس لباكا كان على اعلى مستوى. بص جري في كل حته، نعم جري يمين وجري شمال، واحنا كنا عارفين قبل الماتش ده حاجه، نعم جاي لما كان قبل ما يتعور جنب بينزل لتحت وما اعرفش ايه، كله حاول يعوض صانع الالعاب اللي عندك اللي مش موجود. نعم صانع الالعاب ده كان عامل زي رمانة الميزان كده، وان كان انت كنت بتلعبه بسوليه وحسام عاشور، وانا حته ان انا العب باثنين دي لازم تبقى بره ملعبك وبتلعب فرق كبيره وعش عشان انت تثبت الاثنين دول. انا برضو بلاعب منتخب تونس، يعني فرقه الترجي، خلينا ناخد التشكيله، ان في بعض بيقول لك اصل الترجي الترجي بيلعب فول تيم، وحتى يعني الساده الزملاء التونسيين يعني في مداخله معانا هنا في استاد الاهلي كانوا بيشيروا ان الترجي فول تيم. انا ما شفتش لا منتخب تونس ولا يعني شفت حد. معز بن شرفيه حارس دولي، سامح الدربالي دولي، حسين الربيع، شمس الدين الزوادي دربي، خليل شمام دولي، محمد علي منصر، فرانكوم الكاميروني، فوتسيني كوليبالي الاوفواري، انيس البدري، وطه ياسين الخنيسي، كل دول والزوادي، كل دول لعيبه دوليه امام النادي الاهلي. والله يا كابتن هو الضربه يا كابتن، انا ما الناحيه الثانيه انا بلعب ايمن اشرف، محمد نجيب طبعا الشناوي في حراس المرمى، احمد فتحي، صابر الرحيل، صابر الرحيل يعني ادى مباراه قويه جدا امام يعني لعيبه دوليه في منتخب تونس، وكان بالعكس بيدي بيعمل كره عرضيه كتير، عمرو السوليه، حسام عاشور، السوليه جاله اصابه ونزل هاني، واحمد فتحي دخل في وسط الملعب، فكمان وليد سليمان، ميدو جابر، ومروان محسن، التغييرات كان اسلام محارب وصلاح محسن ومحمد هاني. بص يا محمد هقول لك على حاجه، عمرو السوليه، حسام عاشور، وليد سليمان، باكماني، وميدو جابر، ومروان محسن، كويس؟ دول اقدر اشغلهم في الملعب زي ما انا عايز، مش لازم 4-2-3-1. نعم. مش لازم حقيقه، اقدر اتخيل ان شكل وسط الملعب بالشكل اللي انا شفته فيه الترجي من خلال اداء المباراه، ها لا. الترجي عايز يمتص غضبك ويمتص الحيويه اللي انت فيها ويمتص منك نقله الكره السريعه والباور اللي عندك ان انت تلعب على الاطراف زي ما انت قلت، في باك ليفت لعب كويس قوي، وفي باك رايت احمد فتحي حاول بشتى الطرق، انما الجمل والدوتات والحاجات دي مش موجوده، غايبه، زي ما تكون حاسس ان اللعيبه وهي بتلعب ناقصها حاجه، لا هم مش ناقصهم حاجه، هم يستطيعوا ان يعملوا كلها، هم قد الفرقه اللي قدامهم 10 مرات. دي الثقه اللي لازم تتزرع في اللعيبه دي دلوقتي. نعم. عدم الالتفات لاي حاجه بتتقال خارج الملعب. مالهمش دعوه باي حاجه. لهم دعوه بيثقوا في نفسهم وعندهم برنامج داخلين عليه يحققوا المكسب على اوغندا ويرجعوا باربعه بونت. ما تعرفش الترجي ده، الترجي ده لم يعني يعيرني اهتماما في المباراه. انت حضرتك يعني فوجئت، هل فوجئت باداء الترجي بانه لم ياتي الى اللقاء؟ احنا ليه بنتهيأ ان احنا بنلعب فرق كبيره؟ انا ليه بتهيأ كده؟ ده راجل عايز في نص الملعب يمتص الكرة ويلعبك 1-2 ويخطفك، وعايز يلعب كرة طويله، حتى المذيع نفسه. نعم. المذيع بيعيط وهو بيذيع الماتش، المذيع خايف. لا يا رب يا رب ما تعاقبناش في هذا الميعاد وما تعاقبناش، الاهلي اي حاجه في اي كلام بينشطوا في نفسهم وبيكبروا في نفسهم، واحنا هنا الاقلام قاعده لنا وفي نطلع في بعد المباراه نتكلم الصحفيين يسالوك يقول لك ايه وانت ليه ما لعبتش، مين انت، مين سيادتك اللي تنتقد وبتوجه الراجل اللي هو صاحب البطولات وصاحب بطوله العالم الانديه وثالث العالم مين ما هي خبرتك في كره القدم؟ ما دي خبرتك، ما هي دراساتك، ما هي من انتم يعني، فهمتني؟ ده بيهبطوا الحكايه في الناس اللي بتشتغل بجد، جميع الاجهزه عندك الحقيقه، وما بمجدش وما بطبلش. حضرتك بتتكلم واقع. انا لا بطبل ولا بمجد، واقع. لو تشوف كل الشخوص اللي موجوده انا نفسي اقول لا هو احسن مني. الناس اللي قاعده دي عندها السيستم والسيستم ماشي، وهو انا هو واحد، خدت بالك؟ بس ما ينفعش اقول في اخفاق، مفيش خالص اخفاق، احنا كل اللي عندنا عدم توفيق
في المباريات يا كابتن محمد. نعم. عشان اهدي الناس بس واكلمكم، توفيق عدم توفيق. النادي الاهلي بيروح 10 مرات على الجول، كوره واحده في ماتش اسيوطي ما عنديش مشاكل، كوره واحده في ماتش الوداد هنا بتاعت وليد ازارو يحطها ببطن رجله بدل ما هي في العارضه جوه، ماتت الحكايه وخدنا الكاس واحنا موجودين في ماتش. وهدف مروان يحسب في الماتش الترجي 3 نقاط، وبعدين يرجع يقول لك حسام البدري يصلح او لا يصلح، وقصه غريبه كده. كل فرقه انت بتلعبها في مصر هنا بيغيروا لك 7-8 مدربين في السنه، وهو بيلهسوا وراك، وكل ما يجي يلعبوك يقول لك انا بلعب الشبح، انا بلعب البطل، انا بلعب مش عارف الارقام القياسيه والارقام القياسيه، وكل الناس قاعده بتاكل في بعضها. ده حتى يعني الاستاذ عمرو اديب لما كان بيتحدث عن كابتن حسام البدري، شوف كان بيتكلم ازاي، هو راجل مشهور بزملكاويه. عموما كابتن عايز اخد من حضرتك راي قبل ما انت قلت عمرو اديب ومش عارف ايه، يبقى مش هنيجي في يوم وليله نمشي وراهم. نعم. مش هينفع يعني، احنا البطل يا ابو الكباتن زي ما انت قلت، اوعى تروح بعيد. الاهلي حديد، الاهلي حديد. فالاهلي حديد بمبادئه بالسيستم اللي هو محطوط، باستراتيجيته، بالكيان اللي احنا بنشذز عنه كله. حتى وانا بتكلم معاك دلوقتي عندي حدود في الكلام. نعم. ما اقدرش انا كمان كشريف عايز اقول حاجات كتير قوي نفسي في السياق الصح، في السياق القانوني بالنسبه للحكايه كمان، لا اتعدى على حد بره ولا اقول ان هو بيقطع فيا وبيهمت فيا والكلام ده، انما انوه يا جماعه ابعدوا عن البطل وابعدوا عن الكيان، شوفوا هو بينتهي منين وامشوا وراه. كابتن كيف ترى لقاء الاهلي وكامبالا؟ كيف يبدا الاهلي بطريقه اللعب؟ حضرتك اشرت اني من الممكن او من الافضل ان يبدا النادي الاهلي باثنين روس حربه، صلاح ومروان محسن، يتحول ل 4-4-2 صريح. مش بتاعتي. نعم. من وجهه نظر. نظري انا. نعم. العب ب 15 مهاجم، ولا تفرق معايا. مش بتاعتي. انا بدي بس بدي تامين لصلاح محسن، ارجع انت لعبت 17 دقايق حلوين كان ممكن تحرز منهم هدف، انت عملت شغل حلو لما نزلت، ايوه خش جوه المنظومه. الحاجه دي كابتن اللي احنا بنشوفها، هل دي سر قوه النادي الاهلي؟ الالتفاف والوحده والروح العاليه، بالاضافه طبعا الى المواهب. طبعا انت واحد استاذنا في هذا الامر يعني. الالتزام يا كابتن. نعم. الالتزام، واي واحد عارف انه لو شاذ مش هيبقى موجود. بس انا في حاجات يا كابتن لما بشوفها ما اقدرش اسكت، فبدايه التمرين بهذا الشكل تفرق بي يعني. طبعا حضرتك استاذنا في الكوره فتقدر تكلمنا اكتر. هقول لك على حاجه، اللعيب اللي بيبقى مش مصاب والفيتيكال فيتنس بتاعه مظبوط وهو عايش كويس بينام كويس وبينزل الملعب قدام الجهاز الفني كده يتمرن ويثبت لنفسه ويمتع نفسه ويثبت للجهاز الفني ان هو كامل بالامكانيات بتاعته، هو ده النادي الاهلي. ازاي انا وانت نتنافس النهارده على الوجود داخل القوام الاساسي؟ اللي راجل قاعد سيد عبد الحفيظ، وانت بتيجي ميعادك مظبوط، حضرتك محترم في التمرين، حضرتك محترم في خروجك من النادي، كل حاجه. فهو ده الكيان بتاع النادي. ناخد سريعا باقي المجموعات، نبدا بالجرافيك اللي هينزل لحضراتكم عشان نستعرض باقي الجوله. طبعا النادي الاهلي لازم ياخد النصيب الاكبر في كلامنا، موقعة كامبالا لازم تاخد النصيب الاكبر من كلامنا. احنا بننتظر الفرصه يكون معانا خبيرنا الكبير وكابتننا كابتن شريف عبد المنعم، ترافولتا الكره المصريه. نبدا مع حضراتكم مازيمبي ومولوديه وهران الجزائري والدفاع الحسني الجديد ووفاق سطيف. فمازيمبي تفوق على وفاق سطيف ب4 أهداف مقابل هدف، مالينجو احرز هدفين وسينكالا احرز هدف وميتشاك احرز هدف، وكان مولوديه وفاق سطيف عفوا احرز هدف عن طريق ضربه ركنيه، وده وضع مازيمبي في تصدر المجموعه. اعتقد ان مازيمبي يا كابتن اصبح قوي مره اخرى، يعود الى قوته الكبيره. هو دايما مازيمبي في بؤرة الضوء، وخد بطوله يعني. نعم. هو مش ما خدش، لا خد كذا بطوله يعني، وكذا بعض ورا بعض يعني. نكمل الجرافيك مع حضراتكم وكابتن شريف يعلق على موقف المجموعات. امام حضراتكم الوداد وسان داونز وتوجو بورت دي المجموعه الثالثه، وحوريه كوناكري الغيني. ده كان توجو بورت وحوريه 2-1، حوريه كوناكري فاز خارج الديار، الفريق الوحيد اللي فاز. وسان داونز والوداد ايضا، الوداد بطل النسخه الماضيه بيتعادل، كان سان داونز كان احرز هدف في البدايه. زيسكي يونايتد الزامبي في المجموعه الرابعه، اول اغسطس الانجولي النجم الساحلي التونسي
ومباني سوالوز. كان زيسكو تعادل مع مباني سوالوز، والنجم الساحلي تعادل مع بريميرو أو أول أغسطس الأنجولي. كان تقدم أول أغسطس وتعادل النجم الساحلي أيضا من ضربة ثابتة، والضربات الثابتة شمال أفريقيا مميزين فيها جدا يا كابتن. بص حولك على حاجة، شئنا أو لم نشأ أنت هتقابل شمال أفريقيا، نعم. معاك سان داونز ومعاك مازيمبي، الحكاية كلها بقيت الفرق دي كلها معرفش. زيسكو احنا ما احنا عارفين، يونايتد ده شفناه قبل كده، ما عندهمش الامكانيات ولا اللعيبه اللي هي حتى محترفه بره في اوروبا وحاجات دي. بقيه الفرقه دي ممكن دايما يعني. انت حضرتك شايف البطوله ذهبه الى شمال افريقيا او مازيل ممكن يكون منافسه في هذا الامر؟ مصر افريقيا اصلا، نعم. وشمال افريقيا و سان داونز او مازيمبي اللي هم معانا دول، هم دول اللي مكتوبين علينا. انت حتى النجم الساحلي الثالث على الدوري، نعم، بعيد عن الترجي في المستوى، وهو عشان الوداد يتعادل بره والنجم يتعادل بره، نعم. يبقى في برضو ايه يعني، مش هم السمعه بتاعت الوداد اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت. الوداد حتى لم يلعب امام النادي الاهلي يعني حاجات كده. كان هم عندهم مدرب كويس وكان ظبطهم في اخر او حظه كان كويس. حسين عموته وذهب بعيد. كابتن شريف عبد المنعم، ترافولتا الكره المصريه، شرفتني ونورتني واستفدنا منك كتير النهارده. حبيبي انا ميرسي ان انا معاك النهارده، وارجو ان احنا كنا قدمنا حاجه بس للجماهير وحاجه توضيحيه صغيره. النادي الاهلي هو النادي الاهلي، فيش اي تغييرات، اللي جاي احسن بكتير بعوده جميع اللاعبين والكيان المنشود بتاع النادي الاهلي، البطوله ثم البطوله ثم البطوله، دي حاجه جوانا تسعى يا اهلي باذن الله. باذن الله. شكر موصول لكل طاقم العمل، انتظرونا بعد حلقتنا في استاد الاهلي، عندنا زميلنا ايهاب الخطيب والاهلي في كل مكان، وحلقه خاصه عن ذكرى الرحيل المايسترو صالح سيرين ربنا يرحمه. دمتم في امان الله وحفظه، ودايما خليكم معانا على قناه النادي الاهلي. اوعوا تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حديث.